مرحبا واهلا وسهلا بحلقه جديده من سكايريم. الحلقه هاي انا عم بلعبها يوم امبارح بالنسبه لكم، بعد ما اخذت اجازه بضع ايام. بسجل كم من حلقه هيك مع بعض، واليوم هو 17 اغسطس، يوم كتير مهم لانه ملفات ستارفيلد اليوم نزلت لاول مره بالبريلود، ونزلتهم وشفت ملفات ستار فيلد لأول مرة بحياتي، بس طبعا اللعبة بعد ما فيني ألعبها. فستار فيلد عم بتقرب، ولسه بعد عندنا كتير مهمات صراحة ب سكايريم انيفرساري اديشن. عم بعمل حسابي من هلأ كم يوم بعد باقي وكم حلقة فيني أسجل، لحتى ما أسجل حلقات كتير واضطر إني أرفعهم حلقتين ثلاثة بآخر يوم. أكل حال، شو اللي بدنا نعمله هلأ بالحلقة هاي؟ بدنا نروح نقضي على هذا الشخص، أحد كهنة داغوث أور. هذا الشخص اللي عامل مشكلة لهذلاك الجماعة اللي كنا عم نشتغل، عم نختم له مهمات. وفي شغلة كمان كنت عاوز إني أعملها، كيف بفوتوا على الماجيك. أكثر من شخص منكم، شخصين، قالوا لي كيف فيني إني أطلق التنين تبع سولكيرن. هات لنشوف وين اسمه، نلاقيه من بين كل هالليست الطويلة العجيبة هاي. هو شو صرخة هي؟ يا شاوت، مظبوط ولا مش صرخة؟ نوب نوب، هذا هو يا زلمه معلم، كبر الخطا اخر شيء ما بعرف. يلا، فالبعض منكم قالوا لي اصرخ بالارض، تعال نجرب نصرخ بالارض. هذا هون اكثر ارض فينا اصرخ فيها. اوه يا ساتر يا ساتر، لحظه زيح عني بس، علقنا بالارض. اوه انترستينج، شكرا لكل اللي اقترح علي الشيء هذا. انا قريت عن المشكله هاي بس ما بتذكر قريت انه انا لازم اصرخ بالارض. فهذا هو التنين تبع سولكيرن، خليه عم بيحوم بالجو، اذا بحال حنستفيد منه بشي طريقه. اذا حدا هلا بيطلع لنا بيجي بيحارب معنا. هذا قد ايه عاوز لحتى يرجع ينشحن؟ اوه 5 دقائق، عظيم. فانا وين ماشي هلا؟ تعال نرجع نفوت على المهمات. وين هذا موجود؟ تعال نطلع نفعل كلير فويانس. انا زي كاني قريت بالضبط. وات وات، اوكي، قال لي قاعد عم بيحوم اذا شاف حدا. بس اصلا اللعبه يعني المحرك تبع اللعبه اذا كان في انمي او عدو بعيد عني، اللعبه مش راح تطلعه بالخريطه وما حيكون مفعل، فبالتالي التنين مش راح يشوف شيء اذا قاعد عم بحلق بالجو هيك. وينه؟ وات وات وات، اوكي على السريع الجماعه هون عم بيشغلوا الكونجريشن، بس على شو شغلوه؟ اوكي ما بعرف على شو شغلوه. هاي الحال وين راح هذا؟ انا كمان شو لابس؟ لحظه شوي، ويت ا مينيت، انا لابس لبس شور واينا. تعرف شو مع شو عم بصير هناك؟ ما عندي مانع اني اكون لابس الملابس هاي. ويت، هذا مش مع مين عم تتخانق يا جماعه؟ مين هذا ريد جارد؟ شو عم بيعمل يعني؟ طلع التنين عليك وجورديس عليك. عم بتحارب تنين قاعد؟ خلاص مش الحال، لا مش الحال. شو بعد فيه هذاك؟ شو هذاك؟ ايش هذا؟ مين هذا؟ لحظة شوي، شو وضعه هذا؟ اوف اوف، وات وات، مين هذا؟ خاص بدون فير؟ دورن فير؟ ويت، هذا التنين هو اللي طلعه؟ او ماي جاد، مظبوط التنين اسمه دورنفير كمان. ار يو كيدينج مي، صار التنين عم بيعمل كونجريشن كمان، شو القصه؟ وينه؟
اوف اوف اوف، والله هذا تنين قوي، تنين حرزان. alright يا شكرا عن جد للنصائح اللي اعطيتوني اياها والتعليقات اللي عم تجيني صراحة. يعني في كم من شخص منكم باستمرار بيعلقوا على الحلقات اللي عم برفعها، وبيعلقوا بالدقيقة وبالثانية كمان، فبتشكركم فعلا جدا على المتابعة. سكيلتون اوف، تخيل سكيلتون معه بس جولد وحدة. بتعرف تقعد بتطلع مثلا بهيك شغلة يمكن عابرة، الواحد بمر امامها باللعبة ومنه عارف هيك انه شو هي هاي، بس لو واحد عن جد بده يعيش اللعبة بخياله اكثر يمكن تقعد تفكر هالشخص هذا شو وسطه، ليش مات هون، شو صاير معه بحياته، لو بده واحد ياخذ اللعبة لهالدرجة هاي. alright يا فأنا ماشي باستثناء الشنطة اللي هذي حاملها على ظهري، بس ليش هيك يا فلابس هذا اللبس، صحيح ما بيوفر لي الحماية القصوى بالنسبة للدروع تبعتي، بس شو حتى السيف اللي حامله كمان، لا حامل هذا، نو هذا خليه معي، هذا السيف تبع الدراغون بين زبطناه ورفعناه، بس فيما عدا ذلك هاي ماخذ السبيتش كرافت بعد، هاي انا لبسها، كنا عم نحاول عم نقنع زعيمة ال نسيت اسمها الجماعة اللي كنت عم بلعب معه، ريكليميشن، لحظة هلا بندور على اسمه بالضبط، هات لنحط هذا اسماء تريبيونال، تريبيونال نعم تريبيونال ياب تريبيونال، وهدول هون المهمات اللي ختمناهم، نعم هدول الجمعتين هير وورد اجينست ذيرز، نعم فهدول مثل جماعتين كل واحدة منهم بتآمن بشيء، الريكلاميشن نعم الجماعة الأولى، وتريبيونال الجماعة الثانية كما يبدو، وكل جماعة منهم عندهم آلهة بيأمنوا فيها. يا ف هلا هون رايحين نشوف شو قصة هذا الكاهن تبع داغوث اور، شو وضعه. التنين راح بس لك بعد الصرخة فوق، بعد عم تشحن. في عندي قلادة تالوس إذا بحال لبستها بتسرع لي الشحن اللي فوق 15% كأنه، بس في عنا وقت هلا ان شاء الله، بس نوصل بتكون فوق رجعت شحنت، بنرجع بنطلع التنين العجيب هذا، ايش اسمه؟ دونفير دورن دورن دورنيفير، اسم غريب. ايوه هذا ايش اسمه؟ ستلت له اسم، هذول المخلوقات سيلت هلا بنروح نشوف، بدي بس اتذكر اسمه، هذه كلها موروند، انا للاسف يعني ما لعبت هذا لحظه، هذا جديد ولا هذا موجود من زمان. اهلا شورت هيستوري، يب للي عاوز يقعد يفهم قصه موروند، مرحبا. Yes, sir. سيلت نعم اسمه سيلت هذا. سيلت سترايدرز. اسمه سيلت سترايدرز. Until next time. اهلا هذا شو عم بعوي قاعد؟ هو اسمه هاوند، نيكست هاوند. نوع من الكلاب الغريب العجيبة. توك كمان، تكفي كمان احكي معه، بس شو بدي اقول له؟ طلع طلع انتوا هون. وات؟ وات؟ وات لحظة يا معلم لحظة، شو هذا؟
شو هاي اللي فوق طلعت؟ شو عم بصير؟ اوكي علق مع حدا، علق. وهذا مين؟ لحظة، هذا مش لإلي، هذا التنين طلع. هو مزبوط بيطلع تنانين هون بهالمكان. المشكلة ماني عاوز هلا اضرب عليه انا اي صرخة، عاوز اوفر صرختي. ليك هلاك راح، هذا كان هون، كان قاعد هون وراح يحارب. والله كله فايت بالطوشة. انترستينج. هذا الحلو بألعاب بثيستا، انه ممكن اي شيء يصير وما بتعرف، انه كل اللعبة عبارة عن سيميوليشن، عبارة عن محاكاة. فهذا اللي بيعجبني، كل واحد عنده قصة بتكون مختلفة عن الثاني. Very interesting عن جد. هيا ذيك، حتى هذا كمان راح يشتغل معهم. هلا انا مش فارقة معي، عاوز اعرف. انا ظهر طريقي من هناك، فعارف شو ولا عارف شو، هات لنروح نحارب معهم شوي، بعدين بنروح بنشوف اوغس اور. هذا شو داغوس اور، شو وضعه كاهن داغوس اور؟ عارف شو، هات لنشتغل عليهم بالفليمز. انا يعني بعالم إلدر سكرولز نادرا لألعب بالماجيك. او لحظة، هذا مين؟ لك هذا تبعي، بعده عايش دونفير. انترستينج، بعده عايش. وهون شو عم بصير؟ مين عم بتفانق مع مين؟ اش سبون. لحظة، هذا اذا اش سبون هذا عاوز بالجليد. انا مش عاوز اضرب هلا اي صرخات، عاوز اطلع الدستركشن ايس سبايك، فروست روين، فروست بايت. ايوه جمد. اوف وات، اوكي ما عندي ماجيكا بهالشخصيه هاي، انا مش مركز على الماجيكا. اوه هاي حلوه، نايس. 100% faster for 300 seconds. اشرب. وين؟ ما عم تطلع. انتو همكم شايفين اللي عم يصير تحت على الماجيكا. هات لو اثبتكم اياها بتشوفوا بالضبط شو اللي عم بيصير تحت على الماجيكا. شربت البوشن بس ما عاد عم تطلع. يا هذا شو وضعه؟ جراند. اوف واو واو، واحدة خلصنا خلصنا، ارتحنا. اوه هذا حرام، هذا تبع سيلت رايدر. انت منيح؟ صار لك شيء؟ منيح، بعده عايش. ليش دخلت حالك بهالطوشة هاي؟ اكبر منك هيك. والله بعده عايش التدين تبعي. انترستينج. كويك سيلفر هذول، طلع حتى هذول كمان الانجريدينتس تبع عالم دراجون بورن مستكشفينه. انا هاي الشخصية فعلا يعني شاغل فيها منيح، وقد ما شاغل لسه بعد في اشياء منا عارفها واشياء مش شايفها. عظيم. لير فويانس، نرجع مرة تاني نشوف وين هذا المحل اللي بدنا نروح نصارع هالزلمة. بعده التنين موجود هيك والله، بعده. إذا بحال اختفى أنا جاهز، الصرخة جاهزة. وين هاي الطريق؟ أوكي من هون. أيوة، لتكون هذه بق إنه هالتنين بضل كل هالوقت. لحظة، في شيء علق هناك، في حدا ضرب عليه شيء بالسماء. هذا هو المكان. اهلا، وانت شو جاي تعمل لي؟ طيب شو نعمل معه هذا؟ مثل ما عم بتشوفوا انا شربت هذا تبع الماجيكا، ومثل قلته
طب انا راح اعمل شغلة عليه فروست. هدول شو اش زومبيز؟ ليك هذا قلتوا 50 كمان، قلتوا 50. حط هاي بالفيفوريتس. لحسن الحظ أواد الهيفي أرمور، لحسن الحظ قوتهم ما كتير يعني كبيرة. مين عم بحارب معي؟ لورديس والعنكبوت شو عم يعمل؟ العنكبوت انا فيني هقول له هاي السبين ويب، بس مثل قلتها هاي ما بعرف اذا هاي لها قيمه فعليه باللعبه ولا بس هيك منظر. تعال نروح نشوف شو عم بيصير هناك. هذا بعده شغال التنين. انترستينج. اوكي مين في هون؟ مين هذا؟ مية وات الله كله عليه. عارف شو؟ طالما في عندنا هالتنين بعده شغال راح اطلع لك هذا كول اوف فالور. ويش؟ ويت شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ اوكي اطلع يا استاذ فالور. خلي كله شغال. ليك مين في كمان؟ مين ليك؟ اوه هذا اهلا انا السيكر. لحظة شوي انا اتذكرت في عندي بوشنز، في عندي بويزونز. ولك بينفع معه الفير بويزون ولا نحط له ماجيكا ولا نحط له بويزون عادي؟ يس انشانت. ويت راحت البويزون. تعال نحط واحد ثاني. هاتنا نرتبهم هيك بالطريقه هاي. فير بويزون فير. تعال نجرب الفير شوف اذا بحال بخافوا ولا لا. مين في عندي هذا؟ خاف. اوكي كريتيكال سترايك. بس قبل ما نعمل شيء ثاني عاوز نعبي هاي. بعرف منه عملي الواحد يقعد يلعب الزمن عم بيوقف قدامه وهو قاعد عم بيشرب بوشنز وعم بيعبى صحته. لحظة يا معلم لحظة، قاعدين عم بتخانقوا مع هذاك المهم وانا قاعد عم بتخانق مع هذا الصغير. لحظة يا معلم لحظة، تعالوا بدي اضرب. وينه هذا؟ مات؟ واو انا عارف انه يعتبر غش اني قاعد عم بلعب ومعاي كل هالفولورز هذول والتنين وفالور. ريتريف ذا ماسك يعتبر غش انا عارف، بس عم بلعب على الليجندر يعني بنفس الوقت. لو كنت عم بلعب على المستوى الصعوبة العادي لوحدي ما بعرف اذا بتكون بنفس الصعوبة ولا لا. بس يا اردن ريلفل طبعا شو في معه الاستاذ اردن. معه هدول ومعه ابوني داجر. بس هذا الشكل العادي لإله ولا هذا شكله خاص؟ هيك شكلهم الابوني عادة. راح اخده بس لانه هيك شكله حلو. ايوه الجوهرة هاي قدي رقمها؟ 4 اخيرا جمعناهن. ايوه ماسك اوف داغوث اور. تعال كمان نتامل فيه. هذا هو داغوث. اوف 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 هذا كمان بده يقعد واحد يقرا عن اللور تبعه. اوكي روب اوف ذا ليتش مهم هذا كمان شكله فريد في عليه جمجمه. راح اخذه عشان شكله فريد. هاي الجبنه خلي لك اياها. هذا هو الأستاذ إردن. أوكي طيب أنت شو عندك شي كلمة تقولها؟
ما عندك كلمة أولى على المعركة اللي صارت هلأ قبل شوي؟ إذا مش غلطان بلعبة أوبليفيون بالجزء الرابع لما تفعل مهمة بصير كتير شخصيات باللعبة بأوبليفيون بتصور مني أكيد بتلاقي الشخصيات عندها حوارات وات؟ هذا شو مهم؟ ليك حتى كيف ليك فيك تفتحه وتسكره alright مهم هذا creatures and people up to level 8 won't fight بس to level 8 يعني احنا هلا قاعدين عم نتحارب مع level 100 ما راح يعمل لي شيء هذا وهاي ما تفتحش نوب اخذت سكال wait اخذنا سكال ما بحاجة لها كيف برموها هاي اكس شو وضع السكال هاي هون ما في شيء يا فما بعرف هل هو انا لو بدي اخذ اللعبه يعني بشكل جدي اكثر وما في معي كل هالفولورز هدول يعني اكيد هيك معركه راح تندرس بشكل افضل ممكن اني اجرب اوقف مثلا بمكان عالي هون واني استعمل عليهم الماجيكا عن بعد او عن الاسهم وراح تاخذ المعركه وقت طويل بالنهايه راح تاخذ وقت طويل بس يعني ما بشوف فيها غش كتير لو معي تنين ومعي فولور ومعي هالصرخات اللي انا عم بستعملها اللي اللعبه عم بتوفر لي اياها اساسا باستثناء انه يكون معي اثنين فولور هاي الشغله الوحيده لانه عم بستعمل مود يعطيني اثنين فولورز او اكثر اذا حبيت بس فيما عدا ذلك هي التنين شغال كان راح هلا التنين اوكي اختفى منه موجود منيح ضاين معنا للمعركه هاي وهاي كمان مستكشفينا اوكي هذا نطلع هيك نوقف شوي على السيلت رايدر نشوف شو قصته هذا لوين بوديني هذا فيني انه يوديني على محلات هيك مثل عم بركب جمل هيك حتى عم بتحرك انا هلا واقف عليه وعم بتحرك شوي انترستينج نايس يا طيب بدي اسال الاستاذ تبع ال بس خلينا نعرف ننزل نطلع من هون بدي اسال الاستاذ هذا عن السيلت رايدر لوين بوديني شو القصة انا وين موجود على الصخرة هاي ما فيني انزل عليها زيحوا يا جماعة عني زيحوا بدي اساله السيلت رايدر لوين بوديني I like to purchase the next hound for sale هاتو اعطيني اياه النكس هاوند حلو about the silt rider بدي اعرف عنهم are they so rare اوكي ما في اوبشن until next time اهلا هذا فيني ان انا اركب عليه ولا شو وضعه ما فيني اركب عليه ليك اوف 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 ليك فيني اوديه يروح على البيت interesting at which home ليك فيني اوديه على المزرعة تبعتنا كمان وينها هياها المزرعة لا خليك معي هلا خليك قاعد تنبح ومعنا عنكبوت هالمخلوقات الغريبة هاي قاعدين عم نجمعها بعد باقي لنا الثعلب بعد في بمهمات البيتس اوف سكايريم اذا بحال رحنا على وينهم هياها بيتس اوف سكايريم نعم فايند ذا تيمد فوكس هذا كمان له قصة اذا بحال مرقنا عليه على كل حال هلا انا هون موجود من اول ما جيت على سول سايم بدنا نيجي على المحل هذا place the gems in the forge كل القصة اللي استلمناها
بدنا نروح نحط الجواهر هون اللي جمعناهم. معنا احنا 4 مظبوط؟ قال لي 4 ومظبوط قال لي 4. طيب وين هي هاي؟ هات المفاعله. كيف بفعلوها؟ شو وضعي؟ عم ننسى الازرار مره ثانيه. اوكي خليني اجرب اتذكر انا من نفسي المحل وين هو كان. اذا بحال فتحنا الخريطه بدل ما نستعمل هذا. اذا مش غلطان موجود بمكان هون، موجود بهالاماكن الشماليه هاي. كتب لي هو اياها فهل مش عارف شو المحل الغريب هذا اللي هو هون، وانا موجود وين؟ موجودين هون هي يعني كرنت لوكيشن، مع انه انا مخفي. عندنا مسافة طويلة يا جماعة. عندنا شو تعال نطلع الحصان تبعنا وينه؟ هات لي اتذكر هلا اسمه كمان. وين الصرخة؟ هي كانت شو صرخة؟ صرخة ولا كانت عم بضل لي انسى اسمه. مش مبينة علي، مش شايفها. اني هاو خلينا نتمشى ب اذا هلا وانا ماشي. عارف شو؟ هدور عليها ثواني. يا هياها اسمها سمون ارفاك، حتى كمان حطيتها بال حطيتها كنت بالفيفوريت. لاني نادرا لحتى ايوه اندهوا انتو اندهوا لخيولكم. وات هذا شو عم بيعمل هون؟ او هلا فاق علي. ويت 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 هذا قاعد ناطرني حتى انزل. شكرا يا جماعة. طيب بسيطة سير شريفر، خليهم هن يفوتوا بالطوشة وانا قاعد بتأمل المكان هذا هون. سيرش شست هاي جواهر جراند سيلفر ابوني انجوت. هو لك والله 150 الانجوت غاليين، يعني يمكن هذا اغلى من الذهب. انا شايف الابوني. لحظة، هذه ابوني اور وهذه كانت ابوني انجوت. اوه اغلى من الذهب. الذهب 100 يمكن. اذا بحال دخلت هون على ال في عندي جولد انجوت. نوب حطيتهم على الحصان تبعي مش هون، حطيتهم على الحصان تبعي. بعده عم تتخانقوا معه هذا؟ ما خلصتوه؟ وكمون ولو وين راح ترى مين بعد فيه؟ شو عم تضربه؟ واو يعني مزعجين هذول، انه منهم هالتحدي الكبير. هذا شو من وين طلع لنا كمان؟ طيب سمون ارفك مره ثانيه وبنلبس الترس تبعنا وبنركب عليه وطريقنا الى الشمال. هلا انا رايح بمواجهة الغرب، انه الساعة نعم الشمس عم بتغيب. مبدئيا بدي اطلع شوي شمالا مش بس بالغرب. يا فتعال نخبركم شوي عن ستار فيلد واحنا ماشيين هالطريق هاي. ب
بس ان شاء الله اكون ماشي بالطريق المزبوط. فنعم اليوم 17، اليوم الخميس اللي عم سجل فيه الحلقة هاي. هذا بعده وراي، شو عم بصير؟ ليش هيك؟ هذا شرير. لحظة، هدول الاشرار اللي عم بهجموا علينا، فكرته تبعي. وهون وصلنا. يا ما بدي هلا افوت معهم. هاي هون الجبال، كيف بدي اعبرها؟ اذا مش غلطان يب ماشيين بالطريق الصح. يا فاليوم 17 اغسطس صارت اخيرا ستار فيلد متاحه بريلود، فنزلتها وشفت ملفاتها لاول مره، بس ما كان فيني اني افتحها للعبه ولا اني اشوف الملف. يعني كان فيني اشوف اسماء الملفات بس ما كان فيني افتح الملفات. كنت حابب اني ادخل اطلع على الايني فايلز، اشوف بعض الاعدادات التقنيه للعبه، بس ما كان حتى فيني الملفات هاي افتحها. موسرينج باس، وين بتصير هاي موسرينج باس؟ هون. alright موسرينج، بدنا نروح هلا للغرب. بالضبط على الغرب بدنا نطلع. وين الغرب صار؟ قربنا. هيا مبين دويمر روينز مع مش سامعين حس جورديس وسيرو. يا فاليوم ستار فيلد بدأوا بعض المراجعين يلعبوها. بثيسدا ما عطيتهم اسبوعين لحتى يراجعوا اللعبة على قد ما هي كبيرة. فعلا بدك على الاقل كما يبدو اسبوعين لحتى انك تلعب اللعبة وتفهمها وتشوف كل امكانياتها وتقدرها اكثر. هذا هو هلا المحا راح طيب. يلا خلينا نفوت على المحل هذا، بنكفي بالحلقة الجاي نصنع السيف العجيب تبعنا.